قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس السوبر المصري، حيث ستكون ضربة البداية في مباراة الزمالك وبيراميدز باستاد آل نهيان في أبو ظبي، وسيكون لقاء الغد المواجهة رقم 20 بين الفريقين. وشهدت المواجهات السابقة تفوق زملكاوي واضح بعد خوض 19 لقاء بكافة البطولات. فاز الزمالك في 10 مباريات وخسر في مباراة واحدة، وانتهت 8 مباريات بالتعادل، منها مباراتين في كأس مصر تم حسمهما بركلات الترجيح بفوز الزمالك في واحدة وفوز بيراميدز بالأخرى. وجاء الفوز الأكبر للزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2018-2019 بعد الفوز بثلاثية نظيفة سجلها يوسف أوباما وأشرف بن شرقي. انطلاقة جوه منطقة الجزاء، بن شرقي، مش بن شرقي، ده بن شرقي وبن غربي وبن شمالي وبن جنوبي. وينفرد المغربي بن شرقي بلقب هداف الزمالك أمام بيراميدز بعد تسجيله 4 أهداف، بينما يعد المدافع علي جبر الأكثر تسجيلاً في شباك الزمالك بتسجيل هدفين بالمواجهات السابقة. وتعادل الزمالك مع بيراميدز في آخر 5 مباريات بينهما، منها 3 مباريات في الدوري ومبارتين في كأس مصر، وتفوق كل منهما في واحدة. والتقى البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني لفريق الزمالك مع بيراميدز مرة واحدة بالدوري، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل فريق.